أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم. نتوقف فيها عند هذين العنوانين: المشهد الدبلوماسي وأول زيارة خارجية لأحمد عطاف منذ تعيينه، يزور موريتانيا ثم ينتقل إلى مالي. ونتوقف كذلك عند هذا العنوان: شنقريحة، رئيس أركان الجيش، الحروب الحديثة مختلفة ومن لا يستعد لها يصبح لقمة سائغ. ونبدأ بالمشهد الدبلوماسي. ففي أول مهمة خارجية له منذ تعيينه قبل أسابيع، خلفا لرمطان العمامرة، زار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف موريتانيا ثم مالي ممثلا لتبون، كما تؤكد وسائل الإعلام الجزائرية في نقلها للخبر. اللافت أن عطاف رافقه وفد يضم مدير المخابرات الخارجية اللواء جبار مهنا. بدأ لافتا لملاحظين أن عطاف لم يبدأ زيارته من تونس. في السياق نفت الجزائر على لسان مصادر دبلوماسية أن يكون لها ضلع في اعتقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المحل من قبل قيس سعيد. اعتبرت الجزائر أن هذه الأخبار موجهة من المخابرات المغربية لمحاولة إظهار الجزائر على أنها تتدخل في شؤون جيرانها الداخلية. وقالت هذه المصادر الدبلوماسية التي تم تداول تصريحاتها بشكل متزامن وعلى نطاق واسع في وسائل الإعلام الجزائرية إن قضية راشد الغنوشي شأن داخلي في تونس، بينما سياسته ومبادئ الجزائر معروفة ولم تتغير، وهي عدم التدخل بالأحرى في شؤون الدول الصديقة والشقيقة. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيفنا عبر خدمة سكايب من لندن محمد عربي زيتوت الدبلوماسي السابق، نتابع ما ينقله التلفزيون الجزائري عن زيارة أحمد عطاف بداية من موريتانيا. حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الاثنين في زيارة عمل تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين. وحسب ما أورده بيان للخارجية الجزائرية، فقد أجرى الوزير عطاف في مستهل زيارته محادثات ثنائية على فراد مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين في جلسة عمل تركزت حول العلاقات الثنائية وأفاق مواصلة الجهود للدفع بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الحيوية، فضلا عن تكثيف التشاور والتنسيق حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والقاري. في السياق، وقع الوزيران على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية تهدف إلى تأسيس آلية مستدامة لتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين، كما تم الوقوف على مستوى التقدم المحرز في إنجاز المشاريع المشتركة، على رأسها مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية لما له من أهمية استراتيجية وفق البيان ذاته، الذي أضاف أن الطرفين أشادا بالحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات الجزائرية الموريتانية في سياق تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين بمناسبة زيارة الدولة التي قادها أو أداها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر شهر ديسمبر 2021، وما تلاها من استحقاقات لتنفيذ مخرجات اللقاء الثنائي على مستوى القمة. وتأتي هذه الزيارة تكريسا لسنة التشاور والتنسيق المتواصلين بين بلدينا، وخاصة منذ زيارة الدولة التي أداها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر في ديسمبر 2021، وما تمخضت عنه هذه الزيارة الناجحة من نتائج هامة
تخللت محادثاته المثمرة مع الرئيس عبد المجيد تبون. إذن أحمد عطاف متحدثا من نواكشوط. محمد العربي زيتوت، كيف تقرأ أول زيارة خارجية والمهمة خارجية لأحمد عطاف بدأت من موريتانيا؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني حقيقة عطاف لن يقدم ولن يؤخر شيء، فالقرارات هي قرارات كبار الجنرالات، وإذا أمر أن يذهب إلى موريتانيا فسيذهب، وإذا أمر أن يذهب إلى الهند سيذهب، أو إلى إسرائيل سيذهب. في نهاية المطاف كما تعرف هو كان على الهامش نهائيا منذ حوالي 20 عام، ورغبته دائما في أن يكون حاضرا أو يكون في جزء أو على هامش السلطة جعلته يقبل بأن يكون وزير الخارجية. ربما أيضا قالوا له بأنه قد يحضرونه خلفا لتبون، فذهب إلى موريتانيا. إذن ليس هناك أي جديد في الحقيقة في هذه الزيارات، إذا ما كانت قلب الحكم فاسد في الجزائر فإن لا دبلوماسية ستنفع ولا الشؤون المالية ولا الشؤون التربوية، ولا إذا كان ما تحلش مشكلة السلطة فنحن ندور في حلقة مفرغة، وهذه الزيارات ستتم يعني ستدفع فيها أموال الشعب الجزائري. في كثير من الأحيان يذهبون بالفاليزات بالكاش، وكنا شفناها في واقعة مدير المخابرات الخارجية اللي راه مسجون الآن محمد بوزيد، شفناها في النيجر على سبيل المثال، يذهبون بفاليزات نتاع كاش لكي فقط في إطار واحد الصراع هكذا بينهم بالنظام المغربي، أدفع أموال الشعب الجزائري باش برك هذا، والمغاربة أيضا النظام المغربي أيضا يدفع من أموال الشعب المغربي باش يبقى هذا الخصومة متصاعدة، وموريتانيا ومالي والنيجر وتونس وغيرهم يلعبون على هذه الخصومات التي ما كان لها أن تكون. طيب، ولكن الإشارة أشرت إلى تونس، ملاحظون تساءلوا يعني لماذا لم يبدأ عطاف؟ عادة وزير الخارجية الجزائري يقول أول زيارة من تونس، وكانت هناك حتى توقعات على اعتبار أنه لما تم تعيينه كانت هناك كما نقلت مصادر إعلامية دعوة حتى لزيارة تونس، ولكن عطاف زار موريتانيا. يريدون أن يظهروا وكأنه ما قالته جهات متعددة من تدخل العصابة في الجزائر في قضية الغنوشي، وليس الغنوشي فقط ومعارضين آخرين قبله حتى في اعتقالهم أو على الأقل تشجيع على اعتقالهم، يريد أن يظهروا أن هذا ليس صحيح، وهو الدليل هو عطاف ما راحش هناك، فكاد المريب أن يقول خذوني يعني، ولذلك ما حبوش يبدأ بتونس، أو ما قالولوش باش يبدأ بتونس يعني، كون قالوا له يروح على نهاية المطاف. لكن قضية الغنوشي انت ذكرتها في المقدمة وقلت بأن أنهم يكذبون ذلك وينسبونها مش عارف إلى المخابرات المغربية. الحقيقة أن تبون قالها عدة مرات، قال أننا مع تونس ومع الرئيس قيس سعيد وسندفع على تونس، وتونس تتعرض لمؤامرة ودفعوا أموال تاع 300 مليون دولار و150 مليون دولار، هذه اللي أعلنت. مرة مسؤول أمريكي تحدث مع قناة استمعت إليه مباشرة صدفة يعني، كان يقول بأن الموظفين التوانسة فإن الحكومة الجزائرية هي اللي تدفع لهم، وهذا مسؤول أمريكي يعني ما عندوش علاش يكذب في هذه النقطة بالذات. فللأسف أموالنا تذهب ليس للشعب التونسي، يا ليتها كانت تذهب للشعب التونسي، إنما أموال الشعب الجزائري المفقر والمعطل والمجوع تذهب إلى بوليس بن علي اللي ما زال موجود وبقوة. ولكن هذا الخبر تقول المصادر الدبلوماسية الجزائرية خبر كاذب، قام به ونقله موقع مغرب انتليجنس تتهمه السلطة الجزائرية بأنه موقع من صنيعة المخابرات المغربية، وأنه هذه كلها مؤامرة مانيبيلاسيون من المخابرات المغربية لإظهار الجزائر أنها تتدخل في شأن الداخلي التونسي، وأنها كانت على علم باعتقال الغنوشي، يتم نفي ذلك نفيا قاطعا. شوف، حقيقة هذا الموقع الذي ذكرت هو موقع تابع للمخابرات المغربية، وأنا شخصيا هذا الموقع كنت ذكرت لهم قبل
سنوات لماذا تتدخلون الشأن الجزائري في الحراك خصوصا؟ فهذا الموقع بالذات قال في 26 فبراير 2019 أربعة أيام بعد اندلاع الحراك، قال بأن حركة رشاد متواجدة فيه وأنهم يعودون وأنه كلام كثير يعني قالته المخابرات المغربية ونقلها هذا الموقع اللي هو تابع لها بمشاركة فرنسية بالمناسبة. لكن صراحة ما نحتاجوش إلى هذا الموقع، وما فيش واحد يحتاج إلى هذا الموقع أو غيره باش يعرف بأنه عندما حتى يعني لم يعني كشف الوضع حتى هو خروج شنقريحة يوم ليلة العيد باش يقول بأن الإرهاب والتطرف يعود والإرهاب يعود، وكانها تزكية مباشرة، وكانت يومين أو ثلاثة على بعد اعتقال الغنوشي تزكية مباشرة لهذا الاعتقال. طبعا هو تحدث عن الجزائر لكن المعنى يخص الجميع. الأمر الثاني أن تبول قالها عدة مرات لم يخفي ذلك نهائيا. الأمر الثالث في قضية زعيم البوليساريو واللي كان نحن نعرف أن تونس بقات منذ اندلعت هذه القضية قبل 48 سنة، الموقف التونسي كان دائما هو أنه لا يمضي لا مع الطرح المغربي ولا مع طرح العصابة لدينا. لكنهم شفنا أنه كيف قضية الزعيم بوليساريو استقبل في تونس من طرف قيس سعيد في إحدى اللقاءات اللي كان يخص قضية خفيفة في الأفارقة وقضايا أخرى كثيرة. طبعا لكن حينها كان التبرير أنه ضمن مناسبة متعلقة بالاتحاد الإفريقي كذلك، والاتحاد الإفريقي البوليساريو الجمهورية العربية الصحراوية عضوة فيه. كانت حدثت لقاءات سابقة بالاتحاد الإفريقي وكانت في تونس ولم يستقبل زعيم بوليساريو بهذه الطريقة، إنما استقبلوا القيس سعيد بناء على طلب واضح. لأن شوف المشكلة اللي راها الأزمة والمشكلة والمأساة عند هذه العصابة هي أنها قاعدة تدور 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 حول قضية واحدة أو قضيتين أساسا، قضية الصحراء الغربية وقضية الإرهاب. يذبحون بها الشعب الجزائري، يذبحون بها الشعب الجزائري، ومن خلال الشعب الجزائري تذبح كل المنطقة وتعطل كل المنطقة. هذا لا يعني أنك تكون مع الطرح المغربي أو ما يقوله نظام المغربي، لا، ولدينا انتقادات ولدينا مواقف، لكن اللي يخصنا هنا واللي يهمنا أكثر هو أنهم عطلوا الجزائر نهائيا بهذه القضيتين، ذبحونا بهم ذبح وما همش راح يخلصوهم، لأنهم عارفين ليس لديهم أي مشروع تحت طيب. أي معنى بأي معنى. راك شفت الناس كيفاش عاشوا رمضان من ارتفاع الأسعار الرهيب غير مسبوق، وهاي جاية المشاكل تاع المياه الآن مع الصيف، ومشاكل الكهرباء، مشاكل الحرائق، ومشاكل ليس لديهم حتى أدنى الأشياء تاع إدارة البلد البسيطة. في المقابل بالعكس الحديث عن إنجازات دبلوماسية، عن دور في الساحل في مالي، نتابع الآن نسمع ما ينقله التلفزيون الجزائري عن زيارة عطاف إلى مالي قادما من موريتانيا. بعدها المحادثات لتشمل وفدي البلدين، وتناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وباماكو إلى جانب آفاق تجاوز العقبات التي تعترض حاليا جهود استكمال مسار السلم والمصالحة في مالي. وبهذه المناسبة جدد عطاف تضامن الجزائر ودعمها المتواصل لجمهورية مالي في سبيل تحقيق أولويات المرحلة الانتقالية وتجسيد الاستحقاقات الوطنية التي من شأنها أن تفضي إلى عودة البلاد إلى الوضع الدستوري. محمد بزيطوط من موريتانيا. عطاف انتقل إلى مالي، وطبعا مبعوثا لتبون كما تصر طبعا في نقلها الأخبار وسائل الإعلام الجزائرية، دور جزائري، مبادرة السلام الجزائرية هناك. واللافت أنه في تنقليها كان يرافق أحمد عطاف وفد يضم مدير المخابرات الخارجية جبار مهنا. السؤال اللي مطروح عليهم الآن أساسا، هل غلقوا الأجواء أمام الطائرات الفرنسية اللي تقنبل في مالي وفي أماكن أخرى في أفريقيا أم لا؟ عندما تحولت للأسف لا أقول الجزائر، ولكن هذه العصابة التي تحكم الجزائر، ورانا كما تعرف هذه العبارة على العصابة كان أخذها من عندنا من عند قايد صالح، وهنا نعيدها لهم. يعني عندما فتحوا الأجواء في 2013
للجيش الفرنسي لغزو مالي أنكروا ذلك وكانوا يخفونه، حتى تكشفتهم لما استدعوا السفير بعد واقعة هاجمهم ماكرون في 2 أكتوبر 2021، طلعت في الجرائد في 2 أكتوبر 2021، قالوا أنهم سحبوا السفير وأنهم أوقفوا مرور طائرات المقنبلة، مش طائرات العسكرية كلها، فقط المقنبلة، قالوا الآن خلاص مش راح نخلوها تفوت باش تروح تقنبل مالي. يعني تروح المالي وتحدثوا على التنمية وتحدثوا على وأنت تساهم في استعمار، وما زال الأجواء تاعك مفتوحة للاستعمار الفرنسي، يدخلها متى شاء ويمر متى شاء لمالي وللنيجر وأحيانا لتشاد وأحيانا لبوركينا فاسو ولكل باقي الأفارقة. هذه إهانة للشعب الجزائري وإهانة حتى للماليين اللي راح يتلقاهم، خاصة أن هذه الحكومة المالية اللي راهي الآن حكومة معادية لفرنسا، واتهمت فرنسا بأنها شجعت الإرهاب وأنها أجرمت في حق البلاد إلى آخره. عليهم قبل أن يفعلوا أي شيء وباش ما يدوش الفاليزات مرة أخرى باش يرشوا بها بعض السياسيين الفاسدين هناك، فاليزات نتاع الكاش، عليهم أن يوقفوا دعمهم للاستعمار الفرنسي اللي استعمر إفريقيا وهما مشاركين فيه. الآن إلى الصورة، صورة المشهد الدبلوماسي، الصورة الأكبر صح التعبير طبعا، وتساؤلات عن إعادة عمار بن جامع تعيينه بعد عطاف. من الأرشيف يعود عمار بن جامع مبعوثا معينا من قبل تبون، مبعوثا للجزائر، سفيرا في الأمم المتحدة وفي نيويورك. ما دلالات هذا؟ طبعا في المقابل مصادر إعلامية جزائرية تتحدث أن عمار بن جامع كان تعرض إلى عقاب عزم البوتفليقة وأقصي حينها. هو شوف، هم راهم يسترجعوا في بعض الذين كان سعيد بوتفليقة طردهم أو قبله لما كان عبد العزيز مازال يقدر يتصرف، عبد العزيز بوتفليقة، أو فهم قاعدين يسترجعوا بما فيهم عطاف. ما هو عطاف أيضا طرده عبد العزيز بوتفليقة مثل ما طرد رحابي، وهذو كلهم كليك يعني بالمناسبة، يعني هذو كلهم مجموعة قريبا بعضها يتلقاوا ويسهروا إلى آخره. فلذلك يعني حتى رحابي ممكن جدا تجده في منصب يعني عن قريب، وربما حتى يحضروه لما هو أهم من منصب وزير. فهؤلاء وهذو في الفترة اللي كنا فيها في وزارة الخارجية وقبلها في المدرسة الوطنية للإدارة كان يطلق عليهم بروموسيون لاكوست. هذو لي بروموسيون لاكوست اللي هما تخص الدفعات نتاع سنة 74 75 76 77، هذو منهم سلال، منهم أويحيى، منهم عطاف، منهم العمامرة، منهم جامع، منهم قائمة طويلة. وهؤلاء كانوا رؤوس الاستئصال في التسعينات، كانوا من كبار الإسعار، استثناءات قليلة جدا بالمناسبة، خاصة الدفعة الدبلوماسية لأنها في دفعات أخرى اللي هي الإدارة العامة والاقتصاد والقضاء، لكن الدفعات الدبلوماسية نتاع هذا 4 دفعات بشكل أساسي وما 5 دفعات كانوا كبار استئصاليين وساهموا في تنظير للاستئصال خاصة على المستوى الخارجي، باعتبارهم كانوا غالبهم كانوا سفراء، بعضهم تقلدوا مناصب أمين عام أو وزير خارجية أو وزير منتدب. فهذا بن جامع يرجع أو بن جماعة يرجع في نفس الإطار. هو نقطة، كاين نقطة أخرى ربما أخطر وأهم، هي شوف ما يحدث في السودان. المفروض أن تبون هو رئيس القمة، ما يسمى بالقمة العربية، ولا حرف ولا دور أعطي للنظام للعصابة اللي تحكم في الجزائر، لأن في نهاية المطاف، وأيضا المفروض أن الجزائر عندها دور في الثقل في إفريقيا، ولا دور، لا باعتبارها بلد إفريقي، السودان بلد إفريقي والجزائر بلد إفريقي، ولا باعتبارها بلد عربي، ولا دور. الأدوار هي لدول الخليجية بالنسبة للسودان، ولأفارقة إثيوبيا وكينيا بالنسبة أيضا للأفارقة بالنسبة للسودان. وهذا اللي يقوله رئيس القمة العربية مثل ما كان أبعد على لقاء اللي قام به بن سلمان قبل 2 أو 3 أسابيع لإعادة السفاح بشار إلى الجامعة العربية، هاو يبعد الآن تماما من موضوع السودان، لا إفريقيا ولا عربيا. وهذا يعطينا، ولكن لم تكن هناك مبادرات في المقابل، رسالة من تبون الأمم المتحدة في هذا السياق يعني، ثم الأمور اختلطت يعني إلى درجة أن إسرائيل تتوسط بين
البرهان وحميدتي. الأمور اختلطت إلى درجة كبيرة في العناوين في المقابل التي تحسب للجزائر في السلطات الجزائرية، وتم إجلاء مواطنين جزائريين وأيضا فلسطينيين وسوريين من السودان. بضعة عشرات، يعني مش حاجة كبيرة أولا. لكن هناك مشاكل بريطانيا، هناك كما تعرف انتقادات وجدل كبير لفشل الحكومة البريطانية كما اعتبر، لأنها لم تنقل مواطنين بريطانيين من السودان مثلا. نعم، في بريطانيا في انتقادات لهذه الحكومة، لكن مثلا الألمان، الفرنسيس، الأردن، السعودية، مصر، كل هذه الدول نقلت مواطنيها، يعني ما ونقلت مواطنين آخرين. الفرنسيين الآن راهم داخلين خارجين بطائرات عسكرية وبواج عسكرية إلى السودان، لكن في بريطانيا عندهم إشكال وهناك انتقاد. القضية في بريطانيا وأنت تعيش فيها وتعرفها جيدا أن هناك نقد شديد، والإعلام والصحافة تكتب والقنوات تكتب والمعارضين ينتقدون والناس قد تحتج إلى آخره، بينما في الجزائر لا تكاد تسمع همسا لأي كان، لأن سياسة التخويف والترويع. حاول الفرق ما بين أنظمة مبنية على دول القانون، دولة القانون، وما بين أنظمة مبنية على عقلية الجنرالات، على عقلية السفاحين. فللأسف قضية مرة أخرى تأتي قضية المفروض أنه يرأس ما يسمى بالقمة العربية ولا أي أدنى دور، وفي حين أن الإمارات والسعودية ومصر وحتى الكيان الإسرائيلي، طبعا خلينا الدول الغربية وتدخلاتها وروسيا وتدخلاتها والصين وتدخلاتها، حتى قطر، حتى تركيا، وكلهم متدخلين في القضية، لكن نحن ليس لنا أي دور. طيب. لأن لا أحد يعطينا قيمة على المستوى الخارجي. شوف، عندما يرفع الناس شعار على حاكم البلاد الرسمي يقولوا تبون مزور جابوا العسكر، فالآخرين راهم يسمعوا، مش فقط الجزائريين اللي يسمعوا في الداخل ولا في الخارج، كل العالم راه يسمع. طيب. أنت شعبك راه يقول لك تبون مزور جابوا العسكر، ما كاش الشرعية، ما عندوش شرعية. طيب. بالتالي لا يستطيع، قد يشتري بلد افريقي هنا او حاكم افريقي هنا او عربي هناك من المفقرين او الفقراء، لكن لا يذهب بعيدا اكثر من ذلك، ما عدا بالكاش فقط. محمد عربي زيتون الدبلوماسي السابق كنت معنا من لندن، شكرا لك. فاصل قصير ثم نعود لمتابعة النقاش. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة نناقش فيها المشهد الدبلوماسي، وهو الزيارة الخارجية لأحمد عطاف، ناقشناها في الجزء الأول. في هذا الجزء الثاني نتوقف عند تصريحات شنقريحة عن الحروب الحديثة مختلفة، ومن لا يستعد لها يصبح لقمة سائغة. الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش يقول في كلمته بالمدرسة العليا الحربية بالعاصمة أن الحروب الحديثة سيما منها التي تشهدها أو التي نشهدها في السنوات القليلة الماضية هي حروب مختلفة تماما عن الحروب السابقة من حيث الوسائل والطرق والتفكير والتخطيط. وأضاف شنقريحة أن سرعة التطور التي تشهدها هذه الحروب فائقة ومذهلة، مؤكدا أن من لا يستطيع مسايرة هذه الحروب والتكيف معها ذهنيا وفكريا وتخطيطا وتمرسا قتاليا سيصبح لقمة سائغة لأعدائه وهدفا سهلا لضرباتهم ومخططاتهم. والأمثلة كثيرة التي يعيشها العالم من حولنا شاهدة على ذلك. انضم إلينا في النقاش عبر خدمة سكايب من كندا الأستاذ سفيان شويط المحامي والخبير في القانون الدولي. هذا من ذاك أستاذ سفيان شويط، المشهد الدبلوماسي فيه امتدادات أمنية جيوسياسية. أحمد عطاف
في أول مهمة خارجية له يزور موريتانيا ومالي، يرافقه وفد يشمل اللافت كما علق متابعون مدير مخابرات الخارجية جبار مهنا. وسمعت ما يقوله شنقريحة في تصريحاته، وربما نسمع إن كان الفيديو جاهزا، الفيديو رقم 6، ربما نسمع ما قاله شنقريحة ثم نعود إليه. إن الحروب الحديثة سيما منها تلك التي تشهدها في السنوات القليلة الماضية هي حروب مختلفة تماما عن الحروب السابقة من حيث الوسائل والطرق والتفكير والتخطيط، فسرعة التطور التي تشهدها هي سرعة فائقة ومذهلة، وبالتالي فمن لا يستطيع مسايرتها والتكيف معها ذهنيا وفكريا وتخطيطا وتمرسا قتاليا سيصبح لقمة سائغة لأعدائه وهدفا سهلا لضرباتهم ومخططاتهم والأمثلة الكثيرة التي يعيشها العالم من حولنا شاهدة على ذلك. أستاذ سفيان شويتر، ما رأيك؟ عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة للجميع. في الحقيقة هذا الخطاب أعتقد لأول مرة خطاب لمهام رئيس الأركان للجيش يتكلم في المواضيع البحثة لقضية الجيش واستعداداتها و يعني تمشيها مع التطور العسكري الحالي، ولكن في الحقيقة الأمر كان يفترض، لأن هناك أحداث في العالم ربما غيرت النظرة تماما عن النظرة السابقة، خاصة وأن الجيش الجزائري متعارف عليه أغلبية الأسلحة تاعه هي أسلحة روسية أو من عهد الاتحاد السوفيتي سابقا. قيل أنه استعمال بعض الأسلحة الروسية في على سوريا أثبتت فعاليتها، ولكن اتضح فيما بعد ربما في سوريا كانت هناك جماعات غير دولية التي قصفت القرى إلى آخره، ربما أكيد لديها فعالية في تدمير المدنيين والقرى والمدن. ولكن في مواجهة الآن بعد الاجتياح الروسي على أوكرانيا ومواجهة جيش كلاسيكي مع جيش كلاسيكي آخر ومدعوم من الدول الغربية، اتضح في الحقيقة الأمر عدم فعالية هذا الجيش الروسي، سواء كان بالنسبة لأسلحته، لأنه كان يعتقد لبضعة أيام يحتل العاصمة الأوكرانية، بل حتى الخطاب الرسمي الروسي يتكلم على العمليات الخاصة ولا يتكلم على الحرب، وإنما يتكلم على عمليات خاصة وكأنها عملية تأخذ ربما بعض الأسابيع فقط، ولا اتضح أنها تجاوزت السنة وهناك خسائر الحيد. وأثبتت هذه الأسلحة حسب المجلات المرموقة العالمية في المسائل الدفاع على محدودية، يعني أولا بالنسبة لفعالية الأسلحة الروسية، هذا من جهة. من جهة قضية التنظيم العسكري، الإمدادات العسكرية الروسية تضحت أن الفشل تاعها. قضية النظام الاستخباراتي العسكري الروسي اتضح كذلك متهور وفاشل في، ومما أدى أنه أصبح حتى في مدينة حاليا لم يستطيع قد إنجاح الهجوم تاعه إلى آخره. وهنا يفترض أن نطرح التساؤل، هل كانت هذه الشراء هذه الأسلحة، السياسة شراء الأسلحة بأموال ضخمة من دولارات من الخزينة العامة، هل كانت مجدية أم لا؟ هل يتم إعادة النظر في قضية شراء الأسلحة، خاصة وأن روسيا حاليا ربما أصبحت عدل ليس لها إمكانيات، حتى لو أن تكون هناك صفقات بين الجزائر وروسيا
أعتقد أنها غير قادرة على إمداد هذه أو تنفيذ هذه الصفقات، بل هي أصبحت تشتري أو عندها صفقات مع إيران ومع بعض الاتهامات بغض النظر عن مدى صحة هذه الأخبار أنها كذلك من كوريا الشمالية، وهذا أثبت العجز حتى في قضية لوريفا تايمون للحين. وبالتالي يفترض لو كانت دولة تفتح النقاشات، لو كانت هناك برلمان حقيقي يمثلون هذا الشعب الحاد، كانت تفتح هذه النقاشات على الأقل على المستوى لجنة الدفاع الوطني لتناقش هذه المواضيع بكل جدية، سواء داخل المؤسسة العسكرية عن طريق الضباط الشبان الذين تدرسوا في الكليات الحربية في العالم، وهذا الجانب التقني بالنسبة لهم، ولكن هناك الجانب السياسي وتسيير المال العام كذلك. طيب، سنعود إلى هذا الموضوع، لكن نشرك معنا الآن في النقاش عبر الهاتف، لأن انضم إلينا علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ. شيخ علي بالحاج، تم اعتقالك اليوم، والمعلومات تقول بأنه بسبب فيديو لك بالمناسبة والحديث عن شنقريحة، فيديو وكلامك عن شنقريحة لوضعتنا في صورة اعتقالك اليوم بداية. يبدو فقدنا الاتصال بعلي بالحاج. ما رأيك أستاذ سفيان شويطر؟ المعلومات تقول بأنه علي بالحاج تم اليوم اعتقاله من أمام المقر سكنه وبالقوة حسب المعلومات المتوفرة، ثم إطلاق سراحه لاحقا. والمعلومات تقول أنه، نتمنى نستوضح منه، بسبب فيديو له يتحدث فيما يبدو يرد على كلام شنقريحة، كان يقول بأنه شنقريحة كان يحذر من يسميهم المتطرفين أو الأصوليين الذين يتبنون خطابا متطرفا والذين يريدون العودة إلى التسعينات. شوف، أنا وضعية الشيخ علي بن حاج، وأنا قلتها عدة مرات على القناة المغاربية، في حقيقة الأمر لا يوجد هناك أصلا السند القانوني والقضائي لما يتعرض له من انتهاكات. لدارس القانون ولدارس تاريخ القوانين، في الحقيقة ما يتعرض له يعني الشيخ علي بن حاج، بالإضافة أنه ليس لديه أي سند قانوني ولا سند قضائي، فهو في الحقيقة يخلينا نتفكر عهد الرومان وعهد الإغريق، أو ما يسمى بالحكم بالموت المدني، يعني الإنسان يبقى حي، يعني جسديا فيزيكمون حي، ولكن يمنع يتسلب يعني حقوقه، يعني هناك موت ليس لديه أي حقوق. يعني رغم أن الرومان والإغريق تراجعوا على هذا المنطق يعني في قرون الغابرة قبل حتى وجود المسيح إلى آخره. للأسف نحن في قرن 21، ما يدعون بدولة القانون ودولة متحضرة ودولة تخضع للقوانين المتمدنة تمارس هذه القوانين مع الشيخ علي بن حاج، وكما أكرر فهذا الظلم، ليس لديه سند قانوني ولا حتى أن في بعض الحوار، وأعتقد الكل يعرفها وقمنا في على قناة المغاربية، وهو الحوار التي أجرته جريدة الخبر في السابق مع الوزير الأول الأسبق أحمد يحيى، والسؤال كان مطروح يعني وكان يبرر، هو السؤال كان يطرح لماذا هذه الإجراءات الغير القانونية، هو لم يعترض على أنها إجراءات يعني غير قانونية، لا هو سكت، ولكن أعطى تبريرات ما يسمى بحماية الدولة وإلى آخره، وكأن حماية الدولة وحماية الجمهورية يمكن أن تمارس بطرق غير قانونية، أي حتى بالإجرام، وهذا يعطي الوجه الحقيقي لمنظومة الحكم السائدة حاليا. طيب، ولكن هذا الجو الذي يتحدث فيه شنقريحة والحديث عن الحروب المختلفة، وإن كنت تقول أنه ربما لهذه أول مرة يتحدث شنقريحة عن موضوع اختصاصك أو من مصالحياتك كرئيس أركان الجيش عن
تسليح، ولكن شنقريحة يشير إلى بعد يعني يفهم من طيات وبين السطور عن مخاطر. كذلك عن كنا نسمع أمثلة كثيرة يعيشها العالم من حولنا شاهد على ذلك، عن أعداء وعن هدف سهل وعن لقمة سائغة كما يقول. لا أكيد أن الجزائر محيطة أو موجودة في منطقة أوضاع ساخنة، عدم استقرار، الكل يعرف يعني المتعلق في السودان، المشاكل في ليبيا، في المالي، وجود أجنبي حتى لو خروج الفرنسي، ولكن وجود بعض الشركات الأمنية وميليشيات الفاغنر الموجودة، وبالتالي وجود أجنبي. لا أعرف ما هو الموقف الرسمي الجزائري بالنسبة للوجود، حتى لو أن عبد المجيد تبون أعتقد في تصريح يرفض الوجود الأجنبي في تلك المنطقة. لا لافت فيما يخص فاغنر أنه حينها أيضا إلى هذا التصريح، إلى جانب تصريح ماكرون بالأحرى، ماكرون كان صرح على فاغنر أثناء زيارته إلى الجزائر، كذلك ومسؤولي الفرنسيين. تبون كان في حوار مع الجزيرة سابق أنه خط أحمر طرابلس لن نسمح سيطرة المرتزقة ومن يقودون القوة الضاربة لحفتر والمرتزقة آنذاك هم فاغنر، ثم لا يريد تدخلا في مالي، بينما كان هناك موقف آخر لرمطلع مامرة الذي رفض استعمال تعبير مرتزقة في حوار مع فرانس 24 الفرنسية. لا بالنسبة لرمطلع مامرة يعني بطرعة معروف بتأييده وصداقته مع لافروف، أعتقد ربما لا يريد كدبلوماسي لا يريد الدخول مع صديقه وصديقه لافروف، هذا المعلومات المتوافرة إلى آخره. أما القضية التصريحات الخط الأحمر، هل الخط أحمر من الناحية السياسية أن الجزائر من الناحية السياسية على المستوى المؤسسات الدولية تتخذ موقف ضد الهجوم على طرابلس، أو أن معناه أنها تتدخل عسكريا؟ وفي الحالة الثانية هل الجزائر مستعدة لذلك؟ دخول المستنقع الليبي مثلا، هل لديها الإمكانيات؟ هل ما لا يوجد فيها هناك مخاطر؟ هذه كامل أسئلة. ما يهمنا في الحقيقة الأمر، لأن المشكلة على المستوى النفقة العسكرية، وهي اللي هي بأموال، لأن حتى في ناس أو حتى بعض الأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين الذين يهددون حتى بتوقيع عقوبات على الجزائر، خاصة فيما يخص الصفقات العسكرية مع روسيا، وبالتالي هي تدعم من شكل غير مباشر المجهود الحربي الروسي على. طيب استسمحك سفيان، أستاذ سفيان شويط لو سمحت، انضم إلينا الآن علي بالحاج. شيخ علي بالحاج، لو وضعتني في صورة اعتقالك اليوم، ولماذا تم اعتقال؟ علي بالحاج هل أنت معنا؟ شيخ علي بالحاج هل أنت معنا؟ هل هو معنا؟ شيخ علي بالحاج هل أنت معنا؟ هل تسمعوني؟ نعم. طيب هل أنت معنا؟ نعم أنا معكم. كنت أسألك لماذا، لو وضعتنا في صورة اعتقالك اليوم، لماذا اعتقل؟ والمعلومات تقول بأنه بسبب فيديو لك تحدثت فيه عن شنقريحة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الإخوة المشاركين على كل حال أقصرح إلا قليل وألقي علي القبض بغير استدعاء رسمي ما هو معروف، يحدد الاستدعاء موضوع الاستدعاء، ولكنني أخذت بالقوة العمومية، وكنت أظن أنني سأذهب إلى براقي، ولكنهم اتجهوا بي إلى فرقة قمع الإجرام في العاصمة في باب الزوار.
وبالطبع أنا بالطبع نرفض، لأنه ليس هنالك استدعاء، وحتى يكون استدعاء لابد من تحديد الموضوع، كل هذا غير تام. وقلت لهم أخبروا العائلة فمنعوني من ذلك، واتجهوا بي إلى باب الزوار. ومن جملة الأسئلة التي طرحت علي فيما يخص المناشير، فيما يخص الرئيس المعين، وفيما يخص قائد الأركان، وبالطبع قلت لهم أنا لا أشعر، فقالوا لماذا لا تجيب؟ قلت أولا لا يمكن أن أجيب ما سوف تسألون عنه، بما أن النظام الحاكم هو نظام العصابة الغالبة والعدالة غير المستقلة التي تمشي بالإعاز. ثم بعد ذلك أنا الذي ينبغي أن أشتكي بكم وليس جهة أخرى تشتكي بي. من المسؤول على منع من حقوقي السياسية والمدنية والاجتماعية والدعوية والإعلامية طيلة 20 سنة؟ وذهب بوتفليقة وبقيت الأمور في عهد تبون مدة الخامس الثانية على المشارف. فألح على أن أجيب بطريقة أو بأخرى، ولكنني رفضت رفضا تاما، وهذه قناعة. أنا لا يمكن أن أجيب إلا في ظل عدالة مستقلة تمشي باب العدالة. وأما هؤلاء أنا أعرف أن هؤلاء رجال الأمن ليسوا هم الذين وإنما هم أمروا فجاءوا بي ولم يعطوني استدعاء ووضعوني. إذا هناك جهة فوقية هي التي تسير العدالة عن طريق الهاتف، أنا لا أعترف بها ولا أعترف بعدالتها. فبالطبع بعد أخذ ورد، أنت تعرف بعد أخذ ورد رفضت التوقيع ورفضت الإجابة وعللت الأسباب، يعني وقلت أنني على استعداد أن أجيب على كل سؤال تطرحونه، ولكنني أرفض الإجابة على أي سؤال لأسباب الثلاثة. السبب الأول، ما زلنا في حكم العصابة الغالبة، بما أننا ما زلنا بنفس الأسلوب وبها، هذه واحدة. والشيء الثاني أيضا، نحن عدالة تمشي بالإعاز. وأيضا الشيء الثالث، أنا الذي ينبغي أن أشتكي. قلت لهم 20 سنة وأنا أطرق أبواب العدالة وأمشي إلى من أجل رفع دعوى قضائية، منعتموني من حق التقاضي. كيف اليوم يا رحم والديك اليوم كأنني أنا من أجل شريط أو مقالة أو كذا؟ فلا أعطيهم اهتماما، ولكن بعد أخذ ورد وبعد وقت آخره قالوا لي يوم الأحد المقبل إن شاء الله على الساعة 9 ينبغي أن تعود أن تأتينا. قلت ما سوف آتي، قلت لهم ما كنتش نبيع في الذهب لونغودور في الزنقة، ما كنتش أنا يا هذا الجنرال جبار مهنا بعد ما كان في السجن أصبح الآن يصول ويجول في العالم وهو يعني مدان مدير المخابرات الداخلية جمال كحال أيضا كان ما متهوم وميزي ما كذا، لا يعني استضعفتموني أنا، هذا فقط يعني جيتكم أنا ضعيف جيوني. أنا لا أجيب ورفضت الإجابة ورفضت التوقيع، وأنا على استعداد إلى أن أذهب يوم الأحد، وأنا مانيش خايف منهم، والشيء اللي كذبوا ربي تبارك وتعالى أهلا وسهلا ومرحبا. طيب، لكن هل تم اتهامك بأنك بسبب على خلفية كلامك عن تبون وعن شنقريحة في فيديو لك؟ أخي أنا رفضت الجواب ولست أدري ماذا كتبوا في المحضر، بما أنني لم أجبهم
وبما أنني أيضا في نفس الوقت لم أوقع على المحضر، ورجال القانون يعرفون هذا، وهذا حقي على كل حال، حقي أن أرفض الإجابة والتوقيع. وجيت نقول لك حاجة ثانية، أنت تعرف باللي مش الشرطة اللي جابوك، هي المديرية العامة نتاع الأمن خالية من خلايا تاع المخابرات. ينبغي نضحي من أجل حكم المخابرات روح، إذا ما تخاش الحكم العسكري وحكم المخابرات سوف نكرر المآسي تاع الشعب الجزائري إلى بال النهاية. وضربت بالسودان ماذا يحدث؟ يعني أنت تصور باللي بوليس عادي هو اللي جابني؟ تصور باللي المديرية ما هي اللي جابت؟ تصور وكيل الجمهورية الذي ربما سأدفع إليه أو لا؟ أنا نعرف من أين تأتي. هذو هما فوق المخابرات العسكرية، هم الذين يوظفون أجهزة الأمن وبمختلف أسلاكها، يوظفون العدالة ويوظفون الإعلام ويوظفون القمع. إذا أنا أتحدث مع أنا أتحدث لما تكون عندك عدالة في أمريكا نجد أن ترامب راح للعدالة، ولكن بعدما بعد العدالة ذهب وقام بخطاب للشعب الأمريكي ورد على بايدن ردا قويا على مد الوحش. نحن لا نأخذ من الغرب إلا الأمور التي ينبغي، لماذا لا نأخذ من الغرب أفضل ما عنده؟ العدالة تكون مستقلة، هذا هو المقصود. أما على رجال الأمن أو هؤلاء في الحقيقة أداة في يد الأجهزة الأمنية وفي يد المخابرات العسكرية. إلا ما الفرق؟ ما الفرق في الحقيقة؟ أنت نفسي أخيه أو جسبه ولا ينفعوا لي من حقوق. ها؟ 20 سنة 20 سنة ليس سهلا، هذه تمثل في الإنسان في محيطه وفي عائلة في أولاد وكذا، ولا واحد رفع صباعه وقال لهم من الذي اتخذ؟ تبون يعرف هذا، لماذا تبون الدولة الجديدة؟ من الذي يفعل هذا؟ من الذي؟ إذا أنا الذي أشتكي بكم، مش أنتم اللي تشكيوا بي. طيب خلينا نسمع، كنت تشير إلى رجل القانون، وأنت كنت تقول بأن لست رجل قانون، ولكن نسمع رجل قانون ما يقول. أستاذ سفيان شويط، من هذا المنطلق كنا ولا نسمع سفيان شويط على يقين تام. نسمع سفيان شويط ثم نسمع الفيديو ما يقول شنقيا. أستاذ سفيان شويط المراي، أولا ما صرح به الشيخ علي بن حاج وحييه بهذه المناسبة، أولا هي عملية اعتقال الشخص لم يرتكب، يعني أولا اعتقل بدون أمر قضائي، لأن الاعتقالات لابد القاعدة العامة أن يكون بأمر قضائي، وفي وقت الاعتقال لابد أن يبلغ بأسباب وراء الاعتقال، إلا في حالات أنه يرتكب جريمة متلبس بها، يعني يلقى على واحد قاعد يقوم بعملية السطو أو سرقة إلى آخره، مش محتاجين يروحوا عند القاضي ويأتوا بأمر بالقبض. هنا حسب ما فهمته هو فيديو، يعني تصريح بالنسبة لي عن طريق فيديو في شبكة التواصل الاجتماعي. إذن ليست هناك حالة التلبس، لابد من أمر قضائي. اثنين، مانيش فاهم أن في الحقيقة أولا هذه الخالة، يعني لا يوجد هناك اعتقال تعسفي باعتبار أنه لا يوجد هناك أمر قضائي، لم يبلغ بأسباب وراء الاعتقال. اثنين، ما جدوى من اعتقاله ومحاولة استنتاقه أو استجوابه ما دام أنه حسب رأيهم هما أن تصريحه مجرم؟ طيب عندهم جريمة أو عندهم هما الكور دو كريم، عندهم جسم الجريمة وهو الفيديو. يا أخي مباشرة بهذا الفيديو قدموا إلى القاضي، خلي القاضي يشوف إذا كان هذه تصريحات مجرمة، يعني التحريض على القتل وعلى العنف وعلى الكراهية، أما إذا كان في كلام يوجه النظر تاعه في الشأن العام، هذا حق دستوري لا عقل ولا أقل. إذن القضية، وهنا أقول له الحق الصمت، الحق الصمت مقرر في المادة 14 3
زاد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت على الجزائر ونشرت في الجريدة الرسمية، وأن الصمت لا يفسر ضده، ولأن البينة على من ادعى جهة الاتهام، هو لا يتهم من قبل الشرطة، النيابة العامة هي التي تتهمه، الشرطة أو الضبطية القضائية لا توجه التهمة، فقط تسأل تحقيقاتها الابتدائية لا أكثر لا أقل، ولكن هو من حقه أن يكون له الحق الصمت، لأن هذا مبني على حقوقه، مبني على قرينة البراءة. يا أخي تتهمني، عليك أنت لتأتي بالدليل الاتهام، لست أنا لأوضح، وخاصة إذا كان ما قيل أو ما صرح به الشيخ علي بن حاج ومتعلق بالفيديو، مش تحتاج أنت من استنتاج أنت هاو الفيديو، إذا كان هضر كلام مجرم قدمه مباشرة للقاضي، وعلاش تحتاج تسمع واش تسمع؟ مانيش فاهم أنا، يعني الضرورة، لا نيسيسيتي، الضرورة أنه تروح تعتقله من الشارع وتديه الى المحضر، ومانيش عارف واش راح يقول. يا وعندك لا كان التصريح هو جريمه، خلاص هو مسجل، او سجل لك فيديو ونشره لك على العامه، يعني للاسف ما زلنا في واحد النظام اركايكي، يعني ما حبيناش نطوره اصلا. طيب عاود لك شيخ علي بن حاج، ماذا في هذا الفيديو الذي تم اعتقالك بسببه؟ ماذا قلت فيه؟ اولا مثل ما قال اخي شويتر قبل قليل جزاه الله خيرا، ما عنديش حاجه التلبس، لا بد ان يعطى لي استدعاء ويوضع في الموضوع، وثم بعد ذلك قد يكون عندي مشاغل اؤدله الى 6 مرات، لكنهم منعوني من اخبار العائله، وبالتالي هذه عملية اختطاف، ولم يعطوا لي ورقة أن يعني وكيل جمهورية ولا النائب العام، وإنما عند السؤال قال عندك شريط، ولم يحددوا هذا الشريط. ما فهمتش أنا شريط. وزيد حاجة ثانية، يعني لم يسألوك عن هذا الفيديو ولماذا، وهل كلام، هل كلامك عن شنقريحة، وماذا قلت عن شنقريحة حتى يتم اعتقالك؟ يا الأخ جمال، أنا قلت كلام، قلت باستطاعتي أن أجيب على كل الأسئلة التي تطرحونها. لماذا أمتنع؟ لأنني هذا النظام لا ثقة لي فيه، والعدالة لا ثقة لي فيه، ولكنني ما لم أقله لهم أقوله لكم على العلن. شنقريحة هل من حقه أن يمارس السياسة؟ هل من حقه أن يحول السكنات العسكرية والنواحي العسكرية إلى منصات لقمع المعارضة في الداخل وفي الخارج، ويتهمها بأنهم عملاء وبأنهم أعداء؟ من حقه أن يسأل. البارح عندما تحدث لم يتحدث عن السياسة، تحدث عن العسكر وأن الحروب تطورت وأن صح النوم. وشكون ما قال؟ هذه معروفة باللي الحروب الجاية، يعني وهل السلاح نتاعك انت سيواجه التطور هذا الذي حدث؟ هنالك الآن جيوش عن طريق الذكاء الاصطناعي لا يأتي بها الشخص أصلا، وهنالك الحروب السبرارية الآن اعترفت بأن هنالك كذا، وهل الأسلحة نتاعك قادرة على، عندما تحدث في قضايا العسكر والجيش ولم يتحدث البارحة، لم يقيم رئيس الجمهورية ولم يتحدث في كذا، ما أظن أن واحد رد عليه. لكن أن تتحدث في صلب السياسة تقيم رئيس الجمهورية وتقيم الدولة وتتحدث عن المعارضة، إذا حولت سكنة عسكرية. نحن نريد إبعاد العسكر ولا عن العمل السياسي، السياسة للسياسيين، والعسكر لهم شؤونهم ولهم صلاحياتهم وكذا. أنا لم أريد أن أدخل معهم في نقاش، لأنني كيف أدخل معهم؟ أنا أولا لا أعترف بهذه العدالة، وأنني أعرف أنها يعني بالإعاز النص، الناس تاعها كلهم راه في الحبس. يعني السؤال المطروح، كيف أصبح مدير المخابرات العسكرية
المتهم بقتل الناس كيف أصبح الآن يصول ولا يصول في مالي؟ أو الداخلية وطرطاق نفس الشيء، الطرطاق نفس الشيء، والتوفيق نفس الشيء. هذه عدالة؟ ناس كانوا مطالبين بعشرين سنة وب 15 سنة بين عشية وضحاها يصبحوا أبناء. ولكن هؤلاء بالعكس هم أنقذوا البلاد حسب كلام شنقريحة في التسعينات من أصوليين بخطاب متطرف كما قال شنقريحة في خطابه قبل عشية العيد أصلا، وأنه لاحظ أنه هناك عودة لهؤلاء الأصوليين بخطابهم الديني المتطرف، ولن نسمح لهم بإعادتنا إلى التسعينات. أولا أعطيني الوقت. تفضل نسمعك. تفضل نسمعك. أولا وقبل كل شيء، أنقذوا البلاد ممن؟ أليس هؤلاء كانوا يعملون العمل السياسي ومعتمدين وشارك معهم جميع الطيب السياسي عن طريق صناديق الاقتراع ووثائق الدولة تشهد بذلك؟ من الذي انقلب عليهم؟ تنقذ الجزائر ممن؟ من أبنائها، ممن اختارهم الشعب وفيهم كفاءات علمية وفيهم إطارات وفيهم علماء وفيهم ناس خبراء. الشعب هو الذي، ثم من هو حتى ينصب نفسه؟ لن نسمح. من أنت حتى تسمح؟ الذي يسمح أو الذي لا يسمح هو الشعب الجزائري. ولكن حسب كلامه من قال أنقذ البلاد من هؤلاء المتطرفين وشير الفيس بشكل صريح من في التسعينات والذين جروا البلاد إلى الهاوية، كان الجيش هو الذي أنقذ البلاد. في بريطانيا أليس عندكم أحزاب متطرفة؟ في النمسا أليس هناك أحزاب متطرفة؟ في إسرائيل أليس هناك أحزاب متطرفة؟ في فرنسا أمهم التي يحبون حبا جما أليس فيها ماريو لوبان؟ المتطرف من حقه أن يمارس السياسة، والشعب هو الذي يقصيه، وإذا أخطأ الشعب يصحح خطأه، مش يصحح بالدبابة وبالقتل وبخطف أولاد الناس الأبرياء. ولكن هل يمكن مقارنة الجزائر بدول مثل هؤلاء وبالوضع في التسعينات في الجزائر بسيطرة حزب على بلد؟ وطبعا الجيش في التبرير وشنقريحة عمل معه أنه منقذ البلاد من بالعكس من حزب كان يريد مشروعا ظلاميا للجزائر. أولا وقبل كل شيء، هل الجيش هو الذي يقيم؟ أين هو؟ لماذا شادني لقاء أقيل؟ لماذا بالخادم حل البرلمان تاعو؟ لماذا حلت المجالس الولائية والبلدية؟ لماذا؟ إذن القضية مش قضية، هذه قضية ضد أشخاص. أنا أقول لابد أن نعرف معرفة جيدة من حق جميع الطيف السياسي أن يتوازن سياسيا وبطريقة سلمية وعن طريق القوانين السارية المفعول في ذلك الوقت وفي هذا الوقت. أما أن تعزلني سياسيا وتهمشني سياسيا وتمنحني من حقوقي، أنا قلتها لهم، من الذي منعني من حق الجمعة؟ من الذي منعني من حق حضور الجنائز؟ من الذي منعني من حقوقي؟ هل هؤلاء تستطيعون أن ترفعوا عليهم دعوة؟ 20 سنة في عمر إنسان ليس بالأمر الهين. ثم بعد ذلك أنت تنقذ الجزائر بالقتل؟ تنقذ الجزائر بالسجن؟ بالدوس على الناس؟ قال نلغي الانتخابات وننادي إلى انتخابات جديدة وهكذا. يعني لا بد من طرق. أتريدون الآن أن تعيدوا الأمر إلى هذه قضية العهد الرابعة؟ هذه بعض المقدمات نتاعها والتفكات والمقبل نتاعها. لا بد أن نصفي الناس، لكن نحن على استعداد أن ندافع عن رأينا وعن فكرنا، وهذا حرية التعبير. هو يعبر سياسيا في سكنة عسكرية وأنا ممنوع. طيب نسمع 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 مقتطف بالمناسبة من خطابه أمس. من هذا المنطلق كنا ولا زلنا على يقين تام أن الجهد المبذول في مجال توفير مختلف أنواع الأسلحة والعتاد الحديث والمتطور
لن يبلغ غايته المقصودة والمنشودة إلا إذا تم استخدامه من طرف عنصر بشري مؤهلا تأهيلا مناسبا يستطيع استغلال خصائصه التقنية والتكنولوجية أحسن استغلال. فليجلي ذلك سعينا خلال السنوات القليلة الماضية للاعتناء الناجع بهذين العنصرين المتلازمين باستمرار، وأكدنا دوما على أهمية إلى المستخدمين العسكريين الاهتمام المستحق لهذا الجانب. من هذا استاذ سفيان شويطر، ما رايك ما كنت تسمع لي بالحاج؟ طبعا وجدل حول الخطاب، خطاب ايضا شنقريعه، الان شنقريعه تحدث عن الاختصاص العسكري، ولكن الكلام الذي كنا نناقش فيه علي بالحاج كان حول خطاب عشيه العيد عن اتهام تيارات اصوليه واصوليين بخطاب ديني متطرف، يريدون اعادتنا الى التسعينات ولا نسمع بذلك، يقول شنقريعه. شوف بالضبط هذه هي الإشكالية. أولا ماهوش من صلاحياته يتكلم بغض النظر على أي تيار، سواء كان تيار أصولي متطرف أو معتدل إلى آخره. هذا لأن التصريحات اللي أدلى بها هو أثناء تأدية المهام تاعه كقائد لأركان الجيش الوطني الشعبي، وهذا ماهوش من صلاحيات تاعه. لو تكلمت الكلام في مجلس خاص بعد المهنه تاعو، يعني هذا يبقى امور خاصه، تعبير خاص بالنسبه لي. اما انه اولا يتم بثها للراي العام، وبالتالي يصبح الكلام تاعو ملك للراي العام، وبالتالي يكون محل هناك شرعيه في مناقشه هذا الكلام تاعو، لان انت اللي بثيت للراي العام هذا التصريح. قد يكون ناس توافقه، كما يكون هناك ناس تنتقد هذا التصريح. أنا من الأشخاص الذين ينتقدون هذا التصريح، أولا من ناحية هذه موش داخل من الصلاحية تاعه، سواء بالنسبة لتيار وجود تيار أصولي متطرف أو معتدل أو مانيش عارف من العصافير الجنة أو كذا إلى آخره. هذه مسائل متعلقة بالسياسة، لو تكلم عليها عبد المجيد تبون أمر عادي سياسي بغض النظر، ويكون محل نقاش كذلك وانتقاد أو دعم، من حق الناس دعمه كما يحق الناس أن تنتقده وتعارضه. أما أنه يخرج من الإطار تاعه ويخرج من حيث ويتدخل في السياسة، رغم أنهم هم اللي يقولوا باللي احنا لا نتدخل في السياسة، وهذا ما أشار إليه، قال لك احنا نمنعه. بأي حق أنت أنك تمنع؟ يعني وكأن مصدر السلطة، وهذا هو الحقيقة وهذا هو الواقع، هو ما كذبش في الحقيقة. رئيس الأركان الجيش هو لم يكذب، هو زاد أكد وأعطى الدليل أن المصدر السلطة في الجزائر ما هوش الشعب، وإنما الجيش. هو من يقرر شكون هو اللي يكون عنده رئيس دولة، وشكون هو اللي يكون وزير، وشكون هو اللي يكون والي، شكون هو اللي يكون مدير في كذا، والقاضي إلى آخره. هذه هي الحقيقة. في حقيقة الأمر هناك انقسام، الشعب في الحراك يطالب وما زال يطالب بالدولة، رغم أنه ما عجبوش الحال تبون على هذا الخطاب في حقيقة الأمر، وذكر وهي مغالطة تاريخية، قال بلي أنه في التسعينات اللي كانوا يحملوا نفس الشعار تاع المدنية مش عسكرية إلى آخره. وهذا هو في حقيقة الأمر الصراع الآن، الصراع وهو ما بين هل تكون انت تشير تبون قال اللي عطاهم طعم جيش طريحه في التسعينات. بالضبط، هو يتكلم عن الشعار الدوله مدنيه مش عسكريه في الحقيقه، وهذا الشعار جابه الحراك في 2019، ما كانش موجود اصلا في 2000 في التسعينات الى اخره. ورغم ذلك يثبت ضمنيا معارضتهم لهذا المفهوم، لهذا المبدا. يرفضون ان تكون هناك دوله مصدرها هي مؤسسه مدنيه، المصدر تاعها مصدر هو الشعب الذي يختار، سواء على مستوى السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه الى اخره. وهذا هو الموقف، موقف عبروا عن تبون وقال اعطيناهم طريحه، استعمال القوه التعسفيه في حقيقه الامر، ليس القانون، وهو هذا اعطيناهم طريحه. هو ما يعرفش يستعمل المصطلحات المتادبه،
ولكن هذا هو الله غالب، هذا هو طبيعته. قال لك اعطيناهم طريحه وبالتالي يرفضون الدوله المدنيه. وثانيا شنقريحه قائد الاركان قال لك لا نسمح بهم يتدخل، الجيش هو الذي يقرر ليس المحكمه العليا وليس المحكمه الدستوريه. احنا شفناها في الدول الديمقراطيه حتى لو يكون هناك خلاف في انتخابات وقعت مثلا في الولايات المتحده الامريكيه ما بين البوش الانتخابات الاولى العهده الاولى تاع بوش ابن والمترشح الاخر الديمقراطي، ولكن المحكمة العليا هي اللي فصلت خلاص انتهى الأمر، المحكمة القضاة هم الذين فصلوا، إذا فيه نزاع يلتجئون إلى القضاء، القضاء المستقل أكثر ولا أقل، ويتبنون إخلاص حتى للخاص للقضية المترشح الديمقراطي تقبل بكل روح رياضية، هذه هي أنك تحتكم لأشخاص مكلفون دستوريا وعندهم تكوينهم واستقلاليتهم بفصل في نزاعات، ولكن هذا أصبح هو الحاكم هو الذي يقرر كما قال أشار إليه الشيخ علي بن حاج. وش من السلطة أعطت له يكيف هذا متطرف وهذا أصولي؟ طيب. إذا فيه رأي شخصي ومن حقه يكون عنده رأي شخصي، ولكن الرأي الشخصي يبقى شخصي لأنه قادر يكون الشخص الآخر يرى في هذا التيار غير أصولي وغير متطرف. طيب وهناك جدل سيد علي بن حاج، نستوضح منك جدل من المقصود بكلام شنقريحة حينها؟ هناك من قال بأنه ربما المقصود كان حديث عن فيديو لك شيخ علي بن حاج انتشر واتضح أنه قديم، لكن هناك من قال ربما المقصود تيارات سلفية برزت قصة زكاة الفطر هل تعطى إطعاما أو نقدا، مع أنه طبعا البعض علق قال بأنه هذه التيارات نفسها التي تثير هذا الكلام هي نفسها محسوبة على دعم النظام وعلى طاعة ولي الأمر. ما رأيك فيها؟ من يقصد شنقريحة؟ من هو يقصد بالكلام على التسعينات كما اعتبر البعض علي بن حاج والفيس يعني بشكل خاص تيار معين هو الجبهة الإسلامية اللي ينقل؟ قبل أن أجيب أود أن أشير إشارة خفيفة. طيب لماذا نحن عندما نتحدث عن أن الدول حتى الغرب يسمحون للمخالفين بالتواجد السياسي؟ قرنا بين هؤلاء، هل محكوم علينا بأن نبقى في التخلف؟ ينبغي علينا أن نأخذ أفضل ما عند الآخرين كما أخذتهم أيضا في حضارتنا أفضل ما عندنا. هذه مسألة. طيب لماذا آخر صيحات السيارات واللباس وكذا يأتون بها من الغرب؟ خلي هذا لم يصل إليها الغرب إلا بعد قرون. إذا نحن نأتي بالماركات الحديثة ونسبق بها حتى الناس اللي في الغرب، ثم من أعطاهم هذه الوصايا على الشعب الجزائري العسكر هذا؟ شكون اللي اعطاهم الوصايا على الشعب؟ هل الشعب الجزائري لم يصل الى سن الرشد السياسي حتى يقولون هذا يقبل وهذا لا يقبل؟ ثم هذه المصطلحات المتداوله التطرف والارهاب والتشدد وكذا، هل حددنا المصطلحات هذه؟ هل تناقشنا فيها؟ من هو المتطرف؟ انت تسمع باللي كولن باول وزير الدفاع في قال الإرهابي من يكون مقصفا عند الآخرين. إذا هذه مصطلحات مصنوعة لاتهام بها الناس. إذا أراد أن يصفيك من الساحة السياسية هو يملك الساحة السياسية ويمنعك من الكلام ويمنعك من التحرك والتواجد السياسي. طيب يا سيدي معليش، احنا قال هذو إسلاميين متطرفين، هل الديمقراطيين أعطوهم حقوقهم؟ هل الأحزاب اليسار أعطوهم حقوقهم؟ هل هؤلاء لا يريدون إلا ما أرادوه هم؟ هم الذين يصنعون الرئيس، وهم الذين يصنعون البرلمان، وهم الذين يصنعون قادة الجيش، وهم الذين يصنعون القضاء، يعني نقصد الرؤوس الكبرى. إذن هذه شبكة نتاع عصابة غالبة، عصابة أخرى في الحبس، والعصابة هذه راهي محمية كاين الناس عندهم ملفات. إذن أما أن تقول لي لا الآن الأمن تونيش بكري، أنا لم أتكلم على شنقريحة، تكلمت على قايد صالح وأخذوني إلى نفس المكان عندما تكلمت عنه.
واخذوني عندما تكلمت على الجنرال توفيق وعلى اللي هو اسماعيل. نعم الان ينبغي ان نسدد الرميه في محلها، ما نضرب لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. ما دام الجيش وقلبه والنخاع الشوكي المخابرات منها شعب الجزائري، نبقى هذه هي الولاد. اما السؤال الذي سالته غاب عني لانني في الحقيقه طبعا لي اخوي. طيب كنت أسألك أن هناك من قال بأنه ربما المقصود بكلامه يعني مدام الإشارة التسعينات الجبهة الإسلامية بشكل خاص الفيس، وهناك من أشار في كلام شنقريحة قال هناك بعض الصور عن عودة هؤلاء، هناك من فسر في تعليقه من ربما المقصود فيديو انتشر لك الشيخ علي بالحاج على أساس أنه جديد ولكنه فيديو قديم في الحقيقة. هناك من قال أن ربما بمقصود كلام شنقريحة تيارات سلفية تتحدث عن برزت مؤخرا عن قصة انتقاد المسلسلات التلفزيونية، أو أيضا الحديث عن زكاة الفطر كيف تعطى نقدا أو إطعاما، ولكن البعض ربما استبعد هذا الاعتبار أن هذه التيارات السلفية معروفة بشعارها طاعة ولي الأمر. ما ردك عليها؟ ولن الأخ كمال جمازي جزاه الله خيرا فرق بين القضايا السياسية والقضايا الفقهية. القضايا الفقهية لها رجالها ولها أهلها، هذه واحدة. ثم بعد ذلك القضايا السياسية هم يتهموننا بأننا نستغل الدين. طيب يا سيدي نفرض أننا نستغل، هم لا يستغلون الدين. 60,000 زاوية كانت في التنسيقية نتاع بوتفليقة، والآن الطائرة تاع الرئاسة تعطى لشيخ زاوية يصول في الساحل، ويصول في الساحل مش باش يحفظ القرآن ولا يعلم الحديث ولا يعلم اللغة، يصولوا في الساحة باش يحاربوا المسلحين. إذن هم يوظفون الدين. طيب إذن لابد أن نناقش لماذا لا نقع على طاولة واحدة من جميع الأطراف. هل لابد أن نعرف طبيعة النظام السياسي؟ نحن من الاستقلال اليوم ما تناقشناش النقطة هذه، هل نديروا دين الدولة الإسلام ما نديروش دين الدولة الإسلام، هذه ما تناقشناش فيها أصلا. والدين مفهوم عندهم، أنت تشوف هنا في الجزائر حبوا يصلوا في المصلات قالوا ممنوع، وفي أمريكا أعطاهم الصلاة قالوا روحوا ديروا صلاة العيد، وفي روسيا صلوا العيد، وفي الأماكن إذن القضية هذه لا يمكن أن نعالجها في 10 دقائق. هذه مسائل ينبغي أن يكون هنالك نقاش عميق. ما هو النظام السياسي الذي يعني يليق بالشعب الجزائري؟ لأننا منذ الاستقلال لم نناقش طبيعة النظام السياسي الذي يحبه الشعب الجزائري ويرضى به الشعب الجزائري ويجعله في دستوره ودستوره. ولم ممنوعين أنت تشوف أحزاب سياسية معتمدة ممنوعة بالنقاش، هذه دولة ضعيفة، هذه ناقش أنا. ولذلك لما ألح علي رجال الأمن أن أجيبهم قلت أنا لا أجيب، أنا نعرف باللي أنتم جبتوني لا أكثر ولا أقل، وأنا نعرف صاحب دعوتي شكون هما، سمعت نعرف صاحب دعوتي، وهذا أنا ماليش دخل معهم في نقاش. إذا كان يحبوا يديوا الحبس أهلا وسهلا، يحبوا يقتالوا أهلا وسهلا، الأعمار بيد الله والأرزاق بيد الله، وما أصابك ما كان ليخطئك، والله ما أنا ساكتين عليهم. نعم شكون شنقريح أنا؟ شنقريحة ضابط سامي بالمؤسسة العسكرية يحصر نفسه في السياسة. طيب ولكن طبعا الجواب على سؤالك كنت تشير والمخابرات لولا الجيش والمخابرات وشنقريحة وقادة الجيش لا الجزائر لم تعد جزائر، أنقذوها في التسعينات. الرد الآخر يقول عليه السؤال المطروح، قلت لك أنا السؤال اللي ينبغي يطرح، أنقذوها ممن؟ من الشيخ عباسي رحمه الله، من الرعيل الأول، كي كانوا هذو الضباط ياكلوا في السوبة عند فرنسا كان هو يجاهد وكان في الحبس. أنقذوها من علي يحيى عبد النور، ها أنقذوها من وزيد. قضية القمع ما بداتش مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لازم ندرسوا التاريخ، من 62 بدا القمع
ولكنه بدا يتراكم يتراكم يتفاقم لما جاءت 92 القطرة التي فاض بها الكاس، فقط لا اكثر ولا اقل. كون اللي قاموا بها، ادرس شخصيات هؤلاء. عندما يقول خالد نزار نحيناها في هذيك الدار في البلاصه هذيك، هل يمكن ان يؤخذ قرار سياسي في الفيلات؟ انا نتكلم على هذو راهم يديروا قراراتهم في الفيلات، وشنقريحه راه يقرا ورقه مش هو اللي كتبها، كتبوها له اصحاب الدوله العميقه، ومانيش خايف منه لا اليوم ولا غدوه، ويدزوا معاهم هو واللي الاخرين. نعم احنا ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم حراره، احنا ما عندناش حقنا نتكلموا، ما عندناش حقنا نديروا اجتماع، ما نديروا مظاهرات، هذا قمع فرنسا وكانت الناس تستطيع تتكلم، الموتوا ولا لا؟ اغلب الناس انتهى علاش ساكن برا؟ وشويه علاه راهل برا؟ وفلان علاه سام برا؟ لان القمع هو اللي خلى الناس هاجرت والناس ولكن انت كنت تدعو في قبل قليل كنت تتحدث عن حوار وعن ضروره الحوار وعاشت الجزائر الى حوار وجلوس الجزائريين والحوار. يا سيدي اهلا وسهلا بالحوار بصح ماشي مع التسكيطه. طيب. ينحي الكاسكيطه تاعو اذا كان شنقريحه يحب يولي رئيس تاع جمهوريه وعنده رؤيه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، ينحي اللبسه تاع العسكر ويدير حزب ويرشح روحه كيما خديري اللي دخلوه الحبس ولا كيما الحاج يعلى اللي نحاوه. معليش انا بتقول كان عسكري ولا رئيس جمهوريه لكن ماشي بالمؤسسه العسكريه. في واشنطن كان ايضا طيب. رئيس جمهور قائد حرب ولكنه ولا رئيس. ولماذا لا؟ احنا لا الحوار مع السياسيين نتناقشوا اهلا وسهلا، نعرضوا راينا ويعرضوا رايهم وبعد ذلك نعرضوا راينا ورايهم وراي الاخرين على الشعب. اذا كان الشعب قاصر هذه يقولوها لنا، اخرجوا في التلفزيون قال الشعب الجزائري قاصر ما يعرفش صلاحه وما يعرفش يختار، ورانا نزيدوا واحد 20 سنه اخرى ومن بعد كي يولي فاهم نعطوه الحكم. طيب استاذ صفيه شويط الوقت ادركنا، نختم معك. والله في الحقيقة الإشكالية المطروحة أنا أقول هيك صراحة، للأسف أقولها، الجيش الجزائري هو العائق الأساسي للديمقراطية المجتمع الجزائري، نهضروها يعني في كل مناسبات، وقالوها يعني من الشخصيات السياسية اللي توفات الله يرحمها والسابقة يعني في عندما وقع الانقلاب العسكري في 19 جوان 1965، يعني ما كي ترجع الى حسين ايت احمد الله يرحمه يتكلم، لان هناك كان اتفاق، لان بعد ما كان وقع الصراع ما بين الافافاس والنظام تم اتفاق مع بين جبهه التحرير الوطني، كان بن بلة الله يرحمه هو على راس الدوله والافافاس، وكان اعتراف ضمني، هذا هو بدايه اعتراف ضمني للتعدديه الحزبيه، وقام العقيد هو ربودي بالانقلاب العسكري ووضع حد، وعشنا 11 سنة بدون دستور، بدون دستور، مجموعة معينة هي التي تشرع، هي البرلمان، هي الدستور، هي كذا إلى آخره، هذه داخلة في التراث السياسي إلى آخره. نفس الشيء بعد وفاة العقيد هو ربودي، الجيش هو الذي فرض منه المترشح والذي فرض هو الرئيس العقيد نفسه الشادلي بجديد الله يرحمه إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة لإقالة الرئيس الشادلي بجديد الله يرحمه، الجيش هو الذي وضع هيئة غير دستورية وهو المجلس الأعلى للدولة، يعني حتى كل الفرص التي تأتي لربما أنه يتجاوز هذا الجيش يبتعد شيئا فشيئا إلى آخره، لا يرفضها ويضع حد لأي تجربة، يا يعني آخر تجربة هي من أكبر ترى المظاهرات السلمية المؤيدة للديمقراطية، وهذا المصطلح مؤيدة الديمقراطية أصبح يشير إليه في وثائق الرسمية للأمم المتحدة اللي يتكلم على الحراك، دائما يقول حراك المؤيد للديمقراطية إلى آخره. طيب. للأسف الجيش الذي رفض، يعني طيب. الجزائر لديها فرص
ولكن للاسف للاسف ولكن وللاسف الوقت ادرك ان الاستاذ سفيان شويه هناك لا لا فقط خلاصه للاسف ان عقده الجيش للمدنيين اصبحت للاسف عقيده داخل الجيش وهي عدم ترك السلطه للمدنيين للشعب. سفيان شويطر كنت معنا عبر خدمة سكايب من مونريال محامي والخبير في القانون الدولي وكذلك علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية عبر الهاتف من الجزائر. شكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء.